الفريقين من دفاع وهجوم. لعبة الركنية على القائم الأول على مستوى منخفض لكن مقطوعة، ترجع إلى جبنة، من جبنة إلى أشايا، إلى جبنة مرة تانية من خلال قيادته للهجمات والغزوات الهجومية من جهة اليمين. هشام القاضي على ما يبدو أن في حاجة إحنا ما شفناهاش ولا هو شافها، لكن حكمي تقنية الفيديو في الفي آر كل من محمد سلامة وحسني سلطان أبلغوا بأن في حاجة، فراح على الفور علشان يشاهد بنفسه هل كان في تدخل على لاعب حسام أشرف من أحمد علاء بالقدم أدى إلى عرقلة وسقوط، وبالتالي ربما تكون في ركلة جزاء. ركلة جزاء احتسبت في لقاء أمس ما بين زد اف سي وفريق الإسماعيلي، ولكن تألق علي لطفي وحرم الإسماعيلي من إدراك التعادل. أدي التدخل من أحمد علاء ومتابعة هشام القاضي مع حكمي تقنية الفيديو كما نشاهد أمامنا هنا على الصورة. هل يطر القرار باحتساب ركلة الجزاء ولا راح يشير باستمرارية أحداث المباراة؟ هشام القاضي يحتسب ركلة الجزاء، ركلة جزاء لصالح فريق بلدية المحلة مع الدقيقة 15 من عمر أحداث اللقاء، وفرحة جماهير بلدية المحلة. لدى بلدية المحلة جماهير تزحف خلف الفريق وفي كل مكان وفي كل الملاعب، ولدى فريق المقالون جمهور حاضر أيضا في ملعب اللقاء يؤازر ويشجع من بداية المباراة. ركلة جزاء مع الدقيقة 15 هيتصدى لها عبد الرحمن سمانة. سمانة هل يؤدي الرسالة وبكل أمانة؟ عبد الرحمن سمانة في ركلة الجزاء في محاولة للتقدم، هل يسجل هدف حيكون بمثابة هدف تاريخي بعد عودة من غياب دمى أكثر من 15 عام؟ نتذكر أول هدف سجل لفريق بلدية المحلة في أولى مشاركته في الدوري كان عن طريق أكرم عبد المجيد. لم يسجل هدف بل سجل هدفين في مرمى السك الحديد، والسكة أمامه مفتوحة، السكة أمامه مفتوحة. يسجل هنا على يسار الحارس محمود أبو السعود من ركلة جزاء تحتسب عبد الرحمن سمانة. يسعد جماهير بلدية المحلة بكرة حطها بباطن القدم، يودي محمود أبو السعود في الزاوية اليمين، أسكن الكرة في الزاوية اليسار. فريق بلدية المحلة غير المسار وتقدم وأسعد وفرح الأنصار بهدف من كرة جميلة حطها على الأرض. بكل فدور على حكيم، حكيم ينطلق، النيجيري حكيم حط الكرة، اقتراب من هدف ثاني، هوبا حسمها حسام، حسمها حسام، حسمها حسام مع الدقيقة 74. خلاص اكتبي يا أقلام، هكذا تحدثت أقدام حسام أشرف، يشرف على كيفية إسعاد الجماهير بتنفيذ محكم ومتقن بكرة تتهادى، بكرة تتمادى، بكرة رسمت البسمة والسعادة لجماهير بلدية المحلة. جميلة في الشباك من تقدم فافور حكيم، عدى ومرر، الكرة فاتت من أمير عابد. حسام بكل هدوء